السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في تكملة محاضرات بورد من برنامج طور وغير مع مركز التطوير التكنولوجي. هنكمل النهاردة شغلنا في التبويب انسيرت. هنبدأ بجروب هيدر اند فوتر. كلمة هيدر اند فوتر المقصود بها إيه؟ عنصر ممكن يكون نصي أو مصور بيتكرر في رأس كل صفحة أو ذيل كل صفحة، زي ما احنا حتى بنشوف في الكتب المدرسية بتاعتنا أو الكتب المطبوعة بنلاقي في أغلبها يعني دايما بيبقى فيه فوق الراس الجزء اللي بتاع الهامش يعني مكتوب مثلا المطابع الاميريه، دار المعارف، منهج التاريخ للصف الاول الثانوي، وبتلاقي النص ده بيتكرر اليا في راس كل صفحه، ده كده يبقى اسمه هيدر. وبنلاقي في كل الصفحات رقم الصفحه، مثلا كل صفحه من تحت مكتوب رقمها 1 2 3، فده مش مكتوب يدوي، مش معمول بالايد مانيوال، لكن معمول باداه الهيدر والفوتر، بيتعمل مره واحده بس ويظهر في كل المستند مهما كترت صفحاته. ازاي اعمل هيدر وفوتر؟ طبعا الهيدر والفوتر ما يفرقش معايا انا واقف فين، يعني عكس باقي العناصر اللي في انسيرت اللي هي تيبل وبيكتشر وكده، ببقى حريص اقول لنفسي الانسرشن بوينت اللي هي المؤشر الوامض ده فين عشان هيتم ادراج البيكتشر او التيبل او السمارت ارت او غيره فيه. لكن الهيدر والفوتر ده عنصر هيطلع اليا في الراس اذا كان هيدر او الذيل اذا كان فوتر، يبقى ما يفرقش معايا انا واقف فين وخلاص. هقول انسيرت وابدا بالهيدر، اعمل كليك عليها كده، يقول لي انا عندي بيلت ان هيدرز، زي ما نقول كده قوالب يعني حاجات كده جاهزه، هيدرز جاهزه، زي مثلا القالب اللي اسمه بلانك ده بيبقى هيدر فاضي بيتكون من عنصر واحد بس، هوريه لكم اهو يعني، وهو يعني مكان كده يقول لك اكتب هنا تايب هير، تيجي انت على كلمه تايب هير دي وتعمل كليك وتكتب مكانها اللي انت عايزه يبقى هيدر، زي مثلا اليكس تي دي سي او مركز تطوير التكنولوجي لو هكتبها باللغه العربيه، فانا عايزها تطلع في راس كل صفحه، يبقى كده جاست كليك عليها واعمل اوفر رايت، يعني اكتب فوق العنصر اللي كان محجوز يعني مثلا يا شباب. اوكي، ده قالب كده انا استخدمته، تمام. هلاحظ طبعا بغض النظر بقى القالب ده او غيره اني اول ما اشتغلت على الهيدر واخترته وبقيت في منطقة العمل بتاعته الحرم بتاعه يعني زي ما بنقول، ظهر له تبويب خاص بيه كونتكتشوال تاب زي ما كنا بنعرف في المحاضرة الأولى خالص، اللي هو التبويب مصاحب أو مقترن بالعنصر. طب التبويب دايما الكونتكتشوال أو المصاحب للعنصر بيبقى مكانه بعد هيلب، يعني هيلب ده آخري، أي تبويب يظهر بعد هيلب يبقى ليه علاقة بالعنصر اللي أنا فيه، يبقى ده تبويب هيدر أند فوتر، طالما أنا جواهم جوه الهيدر أو الفوتر يبدأ التبويب يشتغل معايا. أوكي يا شباب، التبويب فيه اوامر كتيره قوي، ممكن طبعا ما استخدمهاش خالص واكتب انا بايدي نص في الفوق في الهيدر زي ما انا عملت، او استخدم العناصر اللي موجوده زي ايه مثلا، زي ان انا اجي في الهيدر بعد ما كتبت النص ده مركز تطوير تكنولوجي، اجي هنا في النص مثلا دبل كليك يعني قلت نقطه الادراك في النص كده، اقول له حط لي ديتا اند تايم. ديتا اند تايم بتاع مين؟ بتاع السيستم، يعني هياخد من الساعه بتاعت الجهاز بتاعي، الساعه بتاعت الجهاز، فبيخيرني انت عايز الديت والتايم ده بانه لانجويج انجلش وبانه كالندر الجريجوريان اللي هو حزيران وشباط وكلام زي كده، ولا يعني انت عايز التاريخ يطلع ازاي بالظبط، ممكن اقول له والله انجلش بس بشكل مختلف شويه. طبعا ينفع اقول له لا والله انا مش عايز انجلش، انا عايزه عربيك، عربيك ايجيبت، تمام، ومش عايزه جريجوريان دي خالص، انا ما اعرفش حكايه حزيران والكلام ده، اقول له والله انا طالما بتكلم عربي خليه لي هجري، يبقى هيقول لي ذو القعده وذو الحجه، يكتب التاريخ الايه؟ الهجري. الكلام ده مهم جدا طبعا لو انت بتعمل مستند عايز تحط فيه اللمسه يعني العربيه، الهويه بتاعتك العربيه والاسلاميه، يبقى فيه التاريخ العربي والهجري زي ما كنا زمان بنشوف على السبوره من مدرس اللغه العربيه يكتب التاريخ. فيعني دي حريه شخصيه ليك حسب ما انت عايز. اوكي؟ يبقى الفكره اني اقدر اكتب في الهيدر زي او الفوتر يدوي، واقدر استخدم التاب او التبويب الخاص بيه في اني ادرج عناصر من عناصر الخاصه بيه. طيب انا اخترت ان مثلا يطلع التاريخ عربي ايجيبت ويطلع بالنمط الهجري، كل عام وانتم طيبين وخير، احنا بنتكلم بقى على مدخل ذو الحجه يعني، فيبقى الكلام كده في محله. فبيقول لي طب عايز شكل الديت يطلع ازاي؟ شهر ذو القعده هو شهر 11 في السنه الهجريه، الشهر قبل الاخير، فعايزه يطلع كده نظام 11 ولا يطلع باسمه ذو القعده؟ اقول له والله يطلع كده اليوم يتكتب بالحروف ورقم اليوم واسم الشهر بالحروف بالكامل والسنه الهجريه كذا. اوكي يا شباب، ممكن يطلع تاريخ بنون اسم اليوم زي ما انت عايز. اوكي،
هقول انا عايز النمط ده، بس هزود حاجه لطيفه كده او ما ازودهاش بقى، اللي هي ايه؟ قبل ما اقول اوكي على اختيار الديت اللي انا خدته ده بالهجري، لو قلت اوكي هيحط الديت ده وهيبقى فيكسد. يعني فيكسد يعني الفايل ده لما افتحه بكره، بكره الخميس، ممكن يكون واحد مثلا ذو الحجه، او يعني يكون حاجه مختلفه يعني يوم تاني يعني. فان انا اقول اوكي يا شباب، يبقى انا عايز الديت اللي انا اخترته ده يفضل زي ما هو. افتح الفايل بعد اسبوع بعد شهر، هلاقي كلمه ال 34 ذو القعده برده زي ما هي. ده لو قلت اوكي على طول. اما لو حطيت تكه او علامه صح على ابديت اوتوماتيكالي قبل ما اقول اوكي، يبقى انا كده بقول له ايه؟ لا ده انت هتبص على الديت وتعمل له ايه؟ تعديل. بمعنى هيحط تاريخ النهارده ال 34 ذو القعده النهارده. تيجي تفتح الفايل بكره تلاقيه بقى ايه؟ الخميس 1 ذو الحجه مثلا. تفتحه يوم الجمعه يقول لك الجمعه 2 ذو الحجه. ده على سبيل ايه؟ المثال. تمام يا جماعه؟ يبقى دي حكايه الايه؟ الديت والتايم كمثال. اوكي. معذره بس عشان الماوس منهنج. اوكي احنا قلنا اخترنا النمط الهجري واخترنا اليوم يطلع قدامنا، هقول له ابديت اوتوماتيكالي، يبقى بكره هفتحه الاقيه كاتب الخميس. لا كده استخدمت انا ايه يا جماعه؟ استخدمت الادوات بتاعه الريبون تعديل الريبون. انا عايز اتعرف على الادوات دي كلها بسرعه كده. ديت اند تايم انا لسه شايفها معاكم. في حاجه اسمها دوكيمنت انفو، يعني انا ممكن احط في الهيدر معلومات عن المستند زي الاوثر اللي هو انا مثلا، النسخه دي بتاعت مصطفى صلاح محمد، فيطلع اسمي او عايز اتراجع عنها كنترول زد، او احط في الدوكيمنت انفو بدل ما احط اسم الاوثر اللي هو نسخه الاوفيس دي بتاعته، احط الفايل نيم، يبقى ياخد اسم الفايل، فايل اسمه كتاب كذا، مذكره كذا، منهج كذا، فيحطها. او الفايل باث يكتب لي المسار بتاع الفايل، يعني يقول الفايل ده متخزن فين على الجهاز بتاعي، موجود فين في الجهاز بتاعي، موجود على الدوكيمنت، على الديسكتوب، في الدي. فدي لطيفه قوي، ابقى عارف مكان تخزين الفايل. اوكي ديليت او اندو زي ما انا عايز، وهكذا. في حاجه لطيفه قوي ومهمه جدا عايزكم كلكم تتعرفوا عليها، اسمها كويك بارتس. الكويك بارتس دي موجوده في مكانين، موجوده في انسيرت نفسها وموجوده جوه الهيدر. الكويك بارتس بالبلدي كده عباره عن قوالب جاهزه، قوالب جاهزه جواها هيدرز وفوترز وصور ووتر ماركس، يعني كده مكتبه مليانه. فانا ممكن اقول له والله حط لي في الهيدر في الجنب اليمين ده من الكويك بارتس اللي هي القوالب الجاهزه اللي عندك، حط لي عنصر من البلوك اورجنايزر، افتح لي بقى المكتبه بتاعتك كده، والله انا عايز عنصر عباره عن ايه مثلا؟ ووتر مارك. دور عليه حرف دبليو. ممكن طبعا ارتب النيمز هنا عشان يبقى الترتيب الابجدي قدامي اهو، وادور على ووتر ماركس، عايز علامه مائيه. بسم الله. ايوه تمام كده، رحت لكل الحاجات اللي تبدا بحرف دبليو. ادي الووتر ماركس. ففي ووتر مارك انا كنت عامله قبل كده اسمه ويب ديزاين كورس، ده مثال يعني يا شباب. فاقول له حط لي الووتر مارك ده في الهيدر، انسرت، فحطه لي هنا ايه؟ يعني حطه لي في المستند، بس هو يعني ايه هيبقى اقرب ان هو اراه على انه هيدر يعني. اوكي يا شباب، يبقى ينفع اعمل عناصر كتيره جدا. مستر هو ممكن تشرح الووتر مارك تاني؟ حاضر، هي الووتر مارك هتتقال لوحدها لما اروح للتبويب ديزاين. اسمحي لي اكمل هنا وهقولها لك بالتفصيل في ديزاين، ماشي يا بنتي؟ تمام تمام. هو انا بس بلمح ان انا ممكن احط عناصر جاهزه من كويك بارتس، من ضمنها حاجه اسمها بيلدنج بلوكس، من ضمنها ووتر ماركس. تلاقي هنا مكتبه فيها ووتر ماركس، لكن في الحقيقه عناصر كتيره جدا. يعني ممكن احط ايه؟ احط مثلا سيركل، سيركل ليفت، احط رقم الصفحه في دايره. ده كده عباره عن ايه؟ كويك بارت، حاجه كده ايه؟ قالب جاهز، واسحبه كده واقول له لا والله انت مكانك هيبقى هنا جوه الهيدر. فدي قوالب جاهزه من الكويك بارتس، عباره عن ايه بقى؟ مكتبه ووتر ماركس على ارقام صفحات في اشكال هندسيه، حدوته كده، مكتبه ضخمه. ممكن احط في الهيدر، انا زحمت الهيدر جدا بس بباب التبسيط يعني او التقريب يعني. ممكن احط في الهيدر اللوجو بتاع الشركه، اللوجو بتاع المدرسه، شعار جمهوريه مصر العربيه، عايزه يتكرر في كل راس صفحه، يبقى اقول له بيكتشرز. ده لو الصوره دي او الشعار ده موجود على جهازي،
او لو انا عايز احط الشعار ده بالسيرش على الانترنت، يعني انا ما عنديش صور جاهزه على جهازي، فاقول له هاتها لي من الاونلاين بيكتشرز، سيرش بقى على صوره كده وهستخدمها كهيدر زي اللوجو كده، زي ما بتشوفوا حتى في فواتير الميه والكهرباء بتبقى كده. نفترض مثلا هحط الهيدر اللي يمثل، لو الفايل ده بيتكلم على شركه طيران اوكي، يبقى الاير بلينز او اير بلين مثلا، انسرت ده كده هيبقى ايه لوجو موجود في الهيدر. الصوره دي تتكرر في راس كل صفحه، طبعا كبيره جدا، خلت الهيدر نفسه مساحته ضخمه. اعمل له ايه؟ اجي هنا اغير السايز بتاع الصوره، الكلام ده ايه السهل بتاعنا، خليها مثلا ارتفاعها 1 بوصه وعرضها 1.89 اوكي، ممكن تقل عن كده كمان شويه واحركها. الكلام ده قلناه المره اللي فاتت لما اتكلمنا على بيكتشر، مش كده يا شباب؟ عشان نخليها ايه، بدل ما هي كده طالعه بره حدود الصوره حطيتها هنا مثلا. طيب خلصت شغل خالص الهيدر والفوتر مثلا، يعني خلصت كل الادوات دي، اقول له كلوز هيدر اند فوتر عشان يشتغل في مساحه العمل. فاضل لي طبعا بس شويه ادوات كده هقولها في عجاله، اللي هي يا شباب اللي هي انا دلوقتي في الهيدر، طبعا عايز اروح للفوتر. هل الاسهل اني اسحب السكرول بار وانزل لغايه اخر الصفحه كده عشان يظهر لي الخط المنقط اللي يفصل النص بتاعي اللي انا كاتبه عن منطقه الفوتر، يعني اتحرك بالسكرول بار عشان اروح للفوتر، ولا في حاجه اسرع؟ اه في حاجه اسرع. لو انت في الهيدر وعايز تروح للفوتر بسرعه، اسرع حاجه من التبويب هيدر اند فوتر تقول له جو تو فوتر، والعكس انت دلوقتي بقيت في الفوتر الامر بقى اسمه جو تو هيدر. يبقى ده كده ايه زي زراير بتتحط لك تعمل سويتش بتوين هيدر اند فوتر. لو انت في الهيدر تقول له ايه قفزه كده جامب كده روح للفوتر، لو انت في الفوتر وخلصت وعايز ترجع للهيدر جو تو هيدر. طب نيكست وبريفيوس دي هتتفهم كمان دقايق، بس عشان اقولها لازم اروح للايه للي بعدها يعني. طيب اكيد حضراتكم شفتوا بعض الكتب بتبقى الصفحات الفرديه اللي هي اود بيجز، اود فردي يعني، والصفحات الزوجيه اللي هي الايفن بيجز، بيبقى ليهم هيدر وفوتر مختلفين عن بعض. يعني مثلا الكتاب الدراسي بتاعكم الكتاب المدرسي، ممكن تلاقي الصفحه الفرديه مكتوب فيها المطابع الاميريه، كل الصفحات الفرديه اللي هي 1 و3 و5 مكتوب فيها كلمه المطابع الاميريه، وكل الصفحات الزوجيه اللي 2 4 6 8 مكتوب فيها الرياضيات مثلا للصف الاول الثانوي وهكذا. ازاي ده بيتعمل؟ بيتعمل بان احط علامه صح على different odd and even pages. odd يعني فردي وايفن يعني زوجي. الناس اللي زي حالتي كده اللي هي اللغه بتاعتها بعافيه شويه بينسى odd يعني ايه وايفن يعني ايه. كلمه odd نفسها 3 حروف فدي معناها فردي، يعني هي معناها فردي بس انا بحفظها من باب التقريب يعني، وايفن نفسها 4 حروف فتبقى زوجي، لكن هي الترجمه طبعا فردي وزوجي، لكن بقول للي بينسى يعني. اوكي طالما عملت التكه دي كده البرنامج مش ذكي، البرنامج مستني منك انت يا يوزر تفهمه فين بقى الهيدر اللي هتعمله في الاود بيج وفين الهيدر اللي هتعمله في الايفن بيج. اوكي حلو قوي، يبقى انا قلت له الاود هيبقى غير الايفن، الصفحات الفرديه الهيدر بتاعها او الفوتر هيبقى مختلف عن مين؟ عن الصفحات الزوجيه. طب انا كنت واقف بشتغل في الهيدر والفوتر بتاع انه صفحه؟ صفحه رقم 1 اللي هي نوعها ايه؟ اللي هي نوعها اود، واحد ده فردي. يبقى اللي انا عملته ده كله هيظهر في الصفحه 1 و3 و5 و7 طالما التكه دي اتحطت. طب انا عايز اعمل بقى هيدر او فوتر في الصفحات الزوجيه، يبقى لازم الفايل بتاعي اعمل فيه صفحات الاول اهو، مليته صفحات بقى فيه 6 صفحات اهو، واروح دلوقتي بصوا كده بصوا معايا، هعمل زوم اوت اصغر الرؤيه كده عشان تبصوا معايا ان الهيدر اللي انا عامله ظهر في مين. بصوا يا شباب ظهر في الصفحات الفرديه بس، الزوجيه لا، يعني ظهر في 1 3 5 لكن 2 4 6 مستني البرنامج مني اكتب له الهيدر بتاعهم او الفوتر بتاعهم المستقل. عشان ده يتم هعمل ايه؟ هرجع تاني الانسيرت هيدر، ومش هختار قالب بقى، ما انا اخترت خلاص، هقول له اديت هيدر، هعدل في الهيدر، ادخل اشتغل فيه واقول له روح كده لبدايه الصفحه. اوكي تمام، انت اشتغلت على صفحه فرديه فعمل كل الصفحات الفرديه شبهها، يبقى المنطق بيقول عشان تظبط الايفن بيجز لازم تروح لاي صفحه زوجيه زي دي كده، دي الصفحه رقم 4 اوكي دي زوجيه ينفع، واشتغل جواها واحط عناصر مختلفه تبقى دي الايه الهيدر بتاعت الزوجيه. يعني مثلا هحط لها صوره في الصفحات الايفن، يعني صوره ايه مثلا نقول فاميلي
تمام يا شباب، نحط الصورة دي كده دمها خفيف وأقول له insert، يبقى ده هيبقى في الصفحات الزوجية بس، يقدر في الصفحات الزوجية بس عبارة عن صورة طبعا كبيرة، ها ظهر لها التبويب بتاعها، أقول له لا والله مش كده، خليها لي 1 انش 1 بوصة طول وعرض، أو يعني قريب من كده، وكالعادة أخليها تتحرك معايا من الراب، الراب عشان تبدأ تقبل الحركة معايا، وأقدر أحركها كده إيه بدل ما هي إيه واخدة مساحة زايدة، أقول له إيه لا هاتها هنا، هاتها في النص، هاتها على اليمين. بصوا كده مأثر في مين اللي أنا بعمله ده كله؟ في صفحات الإيه؟ الإيه يا شباب؟ الزوجية بس. بصوا كده صفحة 4، صفحة 2، صفحة 6، بينما الصفحات الفردية لسه شايفة التاريخ الهجري وصورة الطيارة ومركز التطوير ورقم الصفحة. يبقى ده كله تم ازاي؟ بعد ما حطيت التك، بعد حاجتين، بعد ما عملت التك على different odd and even، وبعد ما رحت لصفحة فردية اشتغلت في الهيدر بتاعها، كتبت حاجات او ادركت حاجات، ورحت لأي صفحة زوجية حطيت فيها عناصر اخرى. طيب في حاجة تانية بتلفت انتباهي، بعض الكتب بيعمل الهيدر والفوتر في كل المستند ما عدا الصفحة الاولى، ما عدا الصفحة الاولى ما يظهرش فيها الهيدر والفوتر، لكن يظهر فيها آية كريمة، حديث شريف، إهداء إلى أبي وأمي، إلى من علمني، بتشوفوا أكيد حاجات زي كده في بعض الكتب العلمية أو بعض الكتب التعليمية أو حتى الروايات، ساعات بتلاقي كده صفحة مش متقامة ولا فيها هيدر ولا فوتر ولا أي حاجة. فدي بتتعمل إزاي؟ بأن يقول له different first page، بصوا كده معايا فين هي first page الأول اللي هي دي، بصوا كده لما عملت على كليك page 1 of 6، أوكي دلوقتي فيها الهيدر والفوتر ولا لا؟ فيها، الطياره ومركز التطوير ظاهرين في الصفحه الفرديه رقم 1. لو قلت له different first page، ها هيشيل الهيدر او الفوتر من الصفحه الاولى، دي تبقى زي صفحه الغلاف اللي بيتكتب فيها كلمه اهداء الى ابي وامي، ايه كريمه، حديث شريف، الحاجات الجميله. اوكي يا شباب، يبقى مجرد ما حطيت التكه دي يبقى كانه بيقول لي احجب الهيدر او الفوتر عن الصفحه الاولى، هو ما لغوش، هو حجبه عنها، يعني لو شلت التكه هيظهر فيها عادي. طيب حلو قوي، مكان الهيدر فروم توب، يعني الهيدر ده كان ليه هامش، هو بعده عن حافه الصفحه من فوق قد ايه؟ نص بوصه. انا ممكن اقول لا خليه يبعد عن الصفحه اكتر، يعني اديله ايه؟ بصوا بديله مساحه كبيره على حساب الورقه، بس ده هيأثر على منطقه العمل، يعني الكتابه هنا هتبقى مزنوقه شويه، لكن يعني اذا كان النص اللي هتحطه في الصفحه مش كتير ادي الهيدر مساحه شويه. اوكي يا شباب، والعكس لو انت هتكتب في الهيدر كلمتين مش عايز صور، فممكن تقول له بدل ما كنت على بعد نص بوصه، يعني انا محتاج الصفحه تاخد حقها اكتر في النص، يبقى هو اللي يقل الهيدر فيبقى 4 من 10. الفوتر نفس الكلام، على بعد نص بوصه من الحافه قابله للتعديل. طيب حلو قوي، انا دلوقتي واقف على الهيدر او يعني بتاع الصفحه رقم كام، بصوا تحت كده معايا الصفحه رقم 5، فالهيدر بتاع الصفحه رقم 5 انا جواه اهو، مؤشر جواه نيكست وبريفيوس اللي قلت لكم هنفهمها كمان دقيقه. لو قلت له نيكست يعني جو تو ذا نيكست هيدر، انت واقف الهيدر بتاع الصفحه رقم 5، روح للهيدر بتاع الصفحه اللي بعدها. اوكي، مفيش بعدها، بصوا بدوس عليها ما بتحصلش. مين شاطر يقول لي ليه؟ ليه لما بقول له نيكست وانا واقف على الصفحه رقم 5 ما اتنقلش؟ عايز اسمع اجابه يا شباب. المفروض نيكست يروح للصفحه رقم كام؟ للهيدر بتاع الصفحه رقم كام؟ ينقل من هيدر لهيدر يعني. تاني يا شباب، انا عندي امر جو تو فوتر وجو تو هيدر، ده بينقلك من الهيدر للفوتر بتاع نفس الصفحه، اما نيكست وبريفيوس بينقلك من الهيدر للهيدر بتاع الصفحه السابقه اذا كان نيكست، اسف اذا كان بريفيوس، والتاليه زي قلت نيكست. ليه لما وقفت على الصفحه رقم 5 وقلت له جو تو ذا نيكست هيدر ما اتحركش من مكانه لسه واقف فيها؟ حد متخيل الاجابه او حد خمن ليه؟ عشان لسه ما تسيفش. قربت. طب ما تيجي نزود مع بعض كده ونقول عشان الصفحه صفحه فرديه، وانا قايل له ان الفردي غير الزوجي، يبقى التالي اللي هي نيكست بالنسبه للصفحه 5 يبقى الصفحه 7، صح ولا غلط؟ متخيلين قصدي ولا لسه؟ المستند ده 6 صفحات يا شباب اهو، 6، انا واقف على الصفحه رقم كام؟ 5. فلما اقول له ان الصفحات الفرديه غير الزوجيه واقول له نيكست، يبقى بالنسبه للخمسه النيكست هي 7. هل في المستند ده في صفحه رقم 7 اصلا ولا هو اخره 6؟ اخره 6. يبقى شكرا، يبقى نيكست مش هتشتغل معاك وانت واقف على 5. لكن بريفيوس، حد يقول لي بقى لو قلت له روح للهيدر السابق انت في 5 هيروح للهيدر بتاع مين؟
بتاع الصفحة رقم كام؟ ثلاثة. ثلاثة أحسنت فعلا، هو عمل جامب وراح للصفحة. يبقى هو بيتنقل يا جماعة حسب بقى أنت قايل فردي وزوجي ولا لا. أوكي الله ينور عليك. خلصت شغل خالص في الهيدر والفوتر، تقول له إيه؟ كل هيدر أند فوتر. طبعا بتلاحظ إن الهيدر أو الفوتر بيطلع بلون باهت شوية عشان ما يبقاش يعني ما يشتتش بصرك عن النص الحقيقي اللي موجود في المستند. خلصنا كده شباب الهيدر والفوتر، نكمل شغل في انسيرت. بيج نمبر، البيج نمبر الاصل في الامور ان هو يطلع يا فوق يا تحت، يبقى ينتمي لايه؟ للهيدر او الفوتر. يعني البيج نمبر ده رقم الصفحات بيتكرر آليا في كل صفحه. في ناس تحب ترقم الصفحات من فوق وناس تحب ترقمها منين؟ من تحت. فبدل ما يروح للهيدر او للفوتر يقول له ايديت فوتر، ويقف في الفوتر اللي هنا مثلا ويقول له انا عايز احط البيج نمبر اهي، بدل ما يعمل كده يقول له لا انا هحط البيج نمبر من امر مخصوص مستقل خاص بي. يبقى كان الامر ده بيج نمبر كان ينفع يتجاب من جوه الهيدر والفوتر اهو. تاني البيج نمبر ده موجود مستقل لوحده وموجود جوه الامر فوتر او هيدر. لو قلت له ايديت هلاقيه هنا اهو بيج نمبر. طب ليه حطه بره وحطه جوه في نفس الوقت؟ ده تكرار يعني. يعني ليه حطه انه ينفع يتجاب من جوه الهيدر والفوتر وينفع يتجاب بشكل ايه مستقل من انسيرت بيج نمبر؟ من جوه هيدر وفوتر هيحط البيج نمبر ويسكت. يعني ايه يسكت؟ يعني هحط لك رقم الصفحه، مش هقول لك عايز رقم الصفحه ده يبقى بين قوسين بين شرطتين. زي مثلا لو عايز اقول 1 2 3 ساعات ال1 اللي هي رقم الصفحه اتكتب بين قوسين في شرطه قبلها وبعدها، تبقى عامله ازاي يعني؟ فده مش هيبقى متاح ليك لو جبت من هيدر وفوتر. لكن لو جبت من الامر اللي اسمه بيج نمبر وقلت له انا عايز البيج نمبر دي تبقى في البوتوم مثلا زي الفوتر، يعني هيقول اختار بقى شكل الرقم على الشمال ولا في النص ولا على اليمين، ولا يطلع بالمنظر ده كده اللي هو رقم الصفحه وجنبه خط وكلمه بيج رقم كذا. اكبر لكم الزوم شويه عشان تشوفوه. فدي كده اداني امكانيه تنسيق رقم الصفحه. بصوا يا جماعه مش عارف شايفينها ولا لا، اكبرها لكم شويه. ينفع اكبر طبعا من هنا عادي جدا، يعني اظلل واروح لهم. بص النمط ده كده، لو يكتب رقم الصفحه ويشد خط ويكتب بيج يبقى بيج 5. فده جالي منين ده كله؟ ها لما رحت الانسيرت بيج نمبر. لكن لو ما عملتش كده وقلت له لا والله انا هحط البيج نمبر من جوه الفوتر، اتفضل فوتر ايديت فوتر واختار لي صفحه اهو، هقف هنا كده واجي هنا كده واقول له حط لي البيج نمبر وخلاص. تمام، هي هتتكرر تاني، بس الفكره ان انا ممكن اجيبها بشكل ايه؟ بشكل مستقل. اوكي يا شباب، في ايه كمان موجود في البيج نمبر؟ شكل البيج نمبر، يعني انت اخترت البيج نمبر شكلها عامل ازاي؟ طب الفورمات بتاعها، يعني النمط بقى بتاع شكلها 1 2 3 ولا واحد بين شرطتين ولا ا ب ولا اي بي سي ولا بالنظام اللاتيني اللي هي اي دبل اي 3 اي، عارفين الحروف الروماني دي او اللاتيني. كمان بيديني امكانيه ما كانتش ظاهره قدامي، ستارت ات، ابدا رقم الصفحه رقم كام؟ اقول له ابدا رقم من اثنين، ما ترقمش من الصفحه الاولى، ابدا رقم من الصفحه الثانيه. فمديني ايه امكانيات اكتر شويه. طيب شكرا كده خلصنا موضوع البيج نمبر. نروح بقى للتكست بوكس، انسيرت تكست بوكس. هنا يهمني انا واقف فين، يهمني انا واقف فين، ما ينفعش في اي مكان. الهيدر والفوتر ما يفرقش معايا، لكن غير كده لا. هروح لاول المستند كنترول هوم اوكي، وهكتب النص اللي بيولد محتوى الي كده بسرعه اهو. وعايز مثلا اعمل تكست بوكس بين الباراجراف رقم 1 و2، فهدوس انتر فبقى في فراغ اهو. في النقطه دي كده هقول له انسيرت تكست بوكس. يعني ايه تكست بوكس يا شباب؟ يعني مربع يقبل ان يكتب داخله نص ويعامل معامله الشكل الهندسي. يعني شكل هيتكتب جواه نص، بس شكل ايه؟ مربع مش اكتر. هو عنده قوالب جاهزه لتكست بوكس، يعني دي اسامي قوالب واشكال مختلفه. ممكن تكست بوكس يتعمل زي ايه؟ زي ايه؟ هامش كده سايد بار باشكال مختلفه، ممكن يتحط في النص، ممكن انماط. يعني انا باخد سامبل تكست بوكس. ايه الكتابه اللي جواه دي اللي اتحطت؟ مش انا اللي كاتبها، ده ديفولت، هو حاطط جواه اي كلام كده هشيبي. مجرد ما اكتب انا المحتوى بتاعي هيحل محل اللي جوه. يبقى اللي كتبته يمسح اللي كان مكتوب جوه ويحل محل. حتى الكود نفسه اشتغل جواه يعني. فالتكست بوكس اهو زي ما انتم شايفين. اوكي يا شباب؟ حلو قوي. حاجة على التكست بوكس بتاعي ده ينفع اعمل له ريسايز. هو كبير قوي زياده عن اللزوم كده؟ لا والله ده ايه؟ الريسايز ده هيبقى على حساب
المحتوى يعني الكلام اللي جواه هيبدا مش باين يعني انت مش شايف اللي فيه كله انت شايف اجزاء والباقي ماله انت صغرت حجمه هو في جواه كلام كتير كتير تحت انا عملت له ريسايز طيب تعالوا نشوف دلوقتي ايه ايه الميزه اللي انا خدتها من التكست بوكس اول ميزه الخصائص الخاصه بالشكل الهندسي بتاع التكست بوكس يعني ممكن اخلي النص يبقى واخد دوران ممكن اعمل له باعتباره شيب التكست بوكس ده في النهايه شكل زي المستطيل ممكن اعمل له افكت جلو مثلا وهج واختار الوهج ده كده فيبقى حاجه لطيفه كده تمام اكبر الزوم اكتر هتشوفوها تلاقوها جميله جدا فاداني امكانيه دمها خفيف في كمان ميزه ثانيه ايه هي زي ما انتوا شايفين كده انه اتحط وسط الكتابه بشكل ايه يعني مختلف طب في حاجه احلى واحلى ده ممكن يتحط في منطقه ما ينفعش يتكتب فيها يعني ايه منطقه الهامش اللي فوق دي اللي هي بتاعه الهيدر والفوطه ما بعرفش اكتب فيها لا بصوا كده التكست بوكس هعمل له راب عشان يقدر يتحرك واخليه امام النص in front of text واسحبه كده بص هيتحط فين في السقف كان مستحيل اقدر اكتب نص في المساحه اللي في السقف دي لكن قدرت اعملها من خلال التكست بوكس يبقى التكست بوكس عشان شكل هندسي مستطيل يعني فاداني امكانيه ان ايه اتحركه واعمل له دوران واعمل له افكت زي ما انا عايز حتى النص اللي جواه لما احب انسق الكتابه اللي جواه ليها تنسيق خاص بيها اللي هو الوورد ارت وورد ارت ستايل اقول له والله خليني الكتابه اللي جوه بالشكل ده خليها لي بالشكل ده خليها لي اللي انا شايفه عاجبني يعني تمام طبعا اتفقنا ان التكست بوكس ده شكل هندسي في النهايه فلو انا بعت فايل الوورد ده جواه تكست بوكس لشخص مكفوف او من ضمن الجمهور بتاعي اللي خد مني الفايل اللي انا بعته للناس على الايميل رفعته على صفحه بتاع من ضمن الجمهور اللي شاف الفايل بلايند يعني حد كفيف او بصره ضعيف جدا فهيشغل القارئ الالي القارئ الالي هيقرا له كل التكست لكن هيجي عند التكست بوكس مش هيبقى فاهم ان في تكست بوكس شكل رسومي القارئ الالي ما يعرفش يعني ايه شكل رسومي يبقى ساعتها وانا محدد التكست بوكس لازم اديله alt text alternative text تكست اوصف فيه واقول this is a text box contain بلا 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 واحكي الحدوته بتاعتي يعني عشان القارئ الالي يقرا الالترناتيف تكست فيفهم الكفيف ان هنا في تكست بوكس بيقول كذا وكذا وكذا هعمل لعبه في منتهى الجمال دلوقتي قدامك التكست بوكس ده موجود في الصفحه رقم 1 بيج 1 اوف 6 اهو يا شباب خليكم فاكرين هاجي هنا كده في حته ثانيه بعيد خليها في نفس الصفحه من باب التسهيل عليكم بس وادرك تكست بوكس ثاني فاضي انسرت تكست بوكس بس مش هختاره مليان زي ده بكلام وانا اغيره وابدله لا هقول له درو تكست بوكس انا هرسم تكست بوكس فاضي ما تعمليش تكست بوكس فيه كلام جاهز من عندك وانا اقعد امسح والكلام لا ده انا عايز تكست بوكس ماله مفرغ درو واسحب بالماوس كده عشان احدد حجم التكست بوكس التكست بوكس ده ماله امتي فاضي حلو قوي همسك التكست بوكس الاولاني اللي فيه كلام كتير وانا ضغطته كده يعني فالكلام مستخبي لكن هو مليان مليان كلام كتير قوي تحت طب انا مش عايزه يبقى يعني حجمه يبقى كبير وفي نفس الوقت عايز بقيه المحتوى يظهر في مكان تاني هعمل لعبه حلوه قوي احدد التكست بوكس ومن التبويب اللي خاص بالتكست بوكس اللي اسمه شيب فورمات باعتبار التكست بوكس شيب هقول له كرييت لينك يعني ايه يعني التكست بوكس ده هيبقى فيه هايبر لينك رابط بينه وبين التكست بوكس التاني بصوا الرسمه عامله ازاي يا جماعه الماوس لما وقفت على التكست بوكس الاولاني اللي فيه كلام قلت له اعمل لي لينك منه ورحت ماشي بالحاجه زي الفنجان كده او العلبه بصوا الفنجان بتاعك اول ما قربت من التكست بوكس تاني كان الفنجان هيكب الكلام اللي جوه ده الله ايه ده بقيه الكلام اللي مش ظاهر هنا ظهر في التكست بوكس التاني اللي هو السطر اللي بعد ده بعد كلمه دوكيمنت هو كلمه تو ميك يور دي يعني انا ممكن كده اظهر جزء تاني من المحتوى بتاع التكست بوكس في حته تانية السطور دي موجوده فين يا جماعه مش التكست بوكس ده مش هو صاحبها ده هو صاحبها بمعنى ايه ان بس مخبيها فتظهر هنا لو اظهرت السطر ده بصوا كده كويس بصوا على اللي هيحصل هنا دلوقتي لو سحبت ده قلت له لا خد حقك اكبر شويه كل هتلاقوا السطر بتاع توميك هيظهر بسم الله اهو ظهر هنا يبقى يختفي من هنا امال ايه اللي ظهر ده الكلام اللي تحت دول ومش ظاهر يبقى التكست بوكس اللي معمول عليه لينك ده او مرتبط بيبين بقيه المحتوى اللي مش قادر اشوفه في التكست بوكس يعني التكست بوكس هنا اخره وورد وفي كلام تحت يظهر لك بقى هو جزء من الكلام اللي تحت
تمام يا شباب؟ فطبعا اعمله كده اكبره زي ما انا عايز فيجيب لي كلام اكتر شويه. يبقى الكلام اللي ظهر هنا هو بقيه النص اللي جوه التكست بوكس الثاني. طب استفيد من ده في ايه؟ استفيد في حاجات كتير قوي. ممكن اعمل تكست بوكس واحد بس واحط فيه سؤال واجابه، اوكي، واروح مصغر كده على قد السؤال بس، يبقى السؤال بس اللي يظهر والاجابه موجوده بس انا عملت ريسايز مش باينه، واربط التكست بوكس ده بتكست بوكس ثاني في صفحه بعيده خالص اللي هي صفحه الاجابات الاجوبه، فاخلي الناس تتناقش وعينها ما تشوفش الاجابه خالص لغايه ما تاخد وتدي معايا ويحصل عصف ذهني وتبادل افكار واراء، بعد كده اروح نازل تحت اقول لهم طب الاجوبه تحت اهي. هي فعليا مرايه مش اكتر، مرايه قاريه من التكست بوكس. طب لو عايز اكسر الرابطه دي، يعني خلاص شكرا عايز افك اللينك ده، اقف على الاصلي اللي هو جاي منه اللينك، اقف عليه هلاقي كلمه كرييت لينك بقى اسمها بريك لينك، اكسر الرابطه. يرجع بقى ده هو اللي يظهر فيه وده ابيض، خلاص ما بقاش يعرض محتويات الاجزاء المختفيه او المستخبيه تحت جوه التكست بوكس الاولاني او الاصلي ده. كده بالنسبه لكرييت لينك. بوزيشن والراب احنا قلناها قبل كده مع الصور، اللي هو مكان التكست بوكس يبقى يمين ولا شمال ولا في النص، والراب اللي هو وضع التكست بوكس بالنسبه للنص، امام النص خلف النص، يبقى تايت يعني النص لازق فيه. ولو في اكتر من تكست بوكس او تكست بوكس وشكل هندسي ممكن اتكلم على مين فيهم يبقى فورورد ومين باكورد، لو فوق بعض يعني وهكذا. ودي ابعاد طوله وعرضه وهكذا. ممكن اعمل له طبعا دوران انعكاس التفاف زي ما انا ايه اعمل له مثلا فليب فيرتيكال، او بصوا بقى مقلوب ازاي كانه نص بالمشارب يعني وهكذا. خلاص انا كده التكست بوكس هروح كنترول ان في نهايه المستند واروح انسرت تاني واتكلم على الجزء اللي بعده اللي هو ايه يا شباب اللي هو الكويك بارتس. احفظه شكلها كويس جدا، عامل زي ما يكون ورقه فيها كده مستطيل ازرق وتحتيه مستطيل مفرغ وبينهم قاطع. الله الكويك بارتس دي انا كنت لسه الاليسه كانت لسه سالاني الكويك بارتس دي ووتر مارك وكده. الكويك بارت بتتجاب من كذا حاجه، ممكن تتجاب وتتحط مباشره جوه الصفحه من انسرت تحت جروب تكست كويك بارت، وينفع لو انت جوه الهيدر شغال في الهيدر من التبويب الخاص بالهيدر هتلاقي كلمه كويك بارت بارتس جواها. هنا انا هحطها في المستند في الصفحه نفسها مش في الهيدر ولا الفوتر، في متن المستند مش في الهيدر خالص، يبقى من انسرت كويك بارتس. طيب انت عايز كويك بارتس افتح لي يلا البلوك اورجانيزر بتاعها. رتب الكويك بارتس بتاعتك بايه؟ بالجاليري المكتبات، وقول لي والله انا عايز احط هنا في المستند نقول ايه مثلا، انا عايز احط حاجه جاهزه تمثل ايه مثلا كرسي قوالب جاهزه، ووتر مارك ده قالب جاهز انا عامله كده اسمه 1 2 3 انا عامله، خد ده كده انسرت. الووتر مارك اللي اسمه 1 2 3 ده كان مرسوم جواه خلاط، هو كده معمول كده يعني، انا مسميه 1 2 3 جواه ايه، دي حاجه ثانيه جواه صوره خلاط. هتلاقي الووتر مارك دي مالها اتكررت في كل الصفحات. الووتر مارك يا شباب حط في صفحه يظهر في مين؟ في الكل، العلامه المائيه بتظهر في الكل، كل المستند زي ما انت شايف. فانا ما عملتهاش يعني بشكل مباشر، لا ده انا رحت استخدمت قالب من جوه الكويك بارتس جاهز بتاع الووتر مارك اللي اسمه 1 2 3 اللي جوه صوره الخلاط ده. بصوا يا شباب لو انا جيت هنا كده مثلا رحت كاتب حته فاضيه خالص مثلا اليكس والكساندريا حتى كان ده تكنولوجي ديفلوبمنت سنتر يا مركز تطوير تكنولوجي يا شباب. انا بكتب نص جوه المستند عادي جدا، وهاخد النص ده كده اعمل فيه شويه افكتس هوم، اكبر حجمه شويه اوكي، احط عليه افكت، احط له شادو، احط له جلو مثلا كده اوكي، وهفتح الافكت الثاني والجلو ثاني واقول له جلو اوبشنز، واخلي حجم الجلو يكبر شويه
السايز بتاع الجلوب يعني يبقى كبير شويه، والكلر بتاعه يعني انا كنت اخترت اللون لكن عايز ارجع في كلامي خليه برتقاني احسن. ما علينا، خلصت شويه افكتس على النص ده. اوكي زي الفل، وانا مظلله زي ما هو كده، بس خلي بالكم اللي انا بقوله كويس جدا هو موجود فين، موجود فوق على اليسار. وانا مظلله كده رايح للانسيرت كويك بارتس، وبدل ما استخدم المكتبه بتاعت الكويك بارتس هقول له لا خد اللي انا عملته ده سيبه جوه الكويك بارتس عشان استخدمه بعد كده كووتر مارك. يعني الخلاط اللي انتوا كنتوا شايفينه شويه وكنت مسميه جوه 1 2 3 او ووتر مارك اسمه 1 2 3 بيحط له الخلاط، اتعمل كده. حطيت انا صوره الخلاط وقلت له سيف سيليكشن تو كويك بارتس، قال لي سميه، قلت له سميه 1 2 3. فانا ينفع اضيف عناصر جوه الكويك بارتس ازاي؟ اني اشتغل على عنصر انسقه، وبعد ما انسقه اظلله واروح لانسيرت كويك بارتس واقول له سيف سيليكشن تو كويك بارتس جاليري. قال لي اسميها ايه؟ هو ذكي شويه خد اول كلمه قال لي اسميها الكساندر، انا ممكن اقول له لا معلش سميها اليكس تي دي سي، مركز تطوير اختصار مركز تطوير تكنولوجي بتاع اسكندريه. بيقول لي اخزنها لك فين في جوه الكويك بارتس؟ اسيبها لك كده عموما؟ اقول له لا انت هتحطها في مجموعه الووتر ماركس، انا عايزها تبقى ووتر مارك. هيسميها ايه؟ يعني ايه فرعي؟ اقول له لا حطها في الرئيسي يعني جنرال، يبقى حطها جوه الووتر مارك. اوكي ممكن تحط لها ديسكريبشن تقول ذيس ووتر مارك مثلا ديسكرايبس الكساندريا تي دي سي مثلا لوجو نيم ديسكريبشن زي ما انت عايز. اوكي خلاص خلصنا زي الفل. اوكي لو لغيت حتى دلوقتي العنصر ده، دلوقتي بقى لو رحت الانسيرت المستند ده او المستند الجديد كويك بارتس وفتحت الاورجنايزر وقلت له رتب لي الجاليريز، هلاقي فيه جاليري خاص بالووتر مارك جواه صاحبنا اللي اسمه اليكس او الكساندريا تي دي سي. يبقى ينفع اضيف للكويك بارتس عناصر ما كانتش موجوده اهي اهي فئه الووتر ماركس، هيطلع اليكس دي اقول له انسيرت، هبص الاقيه ظهر في كل الصفحات في نفس النقطه اللي كان فيها كلمه الكساندريا تي دي سي. اهي بس عيب الموضوع ده انه بيظهر في نفس المكان اللي كان فيه التكست الاولاني وقلت له سيف سيليكشن، فانت لو عايز يظهر في النص واخد زاويه مش عارف ايه كنت ساعتها ممكن تستخدم وورد ارت، يعني تقول له انسيرت وورد ارت بعد ما تكتب بايدك نص عادي تقول له لا انا عايزه نص يعني مزين وتكتب جواه نفس الكلمه اهي اليكس، لا المره دي اليكس تي دي سي 2 مثلا، اعملها تاني دي بس بطريقه ثانيه بدل ما بكتب تكست عادي زي ما كنت كاتب كده وعملت له جلو، لا عملت انسيرت وكتبت التكست من ايه من الوورد ارت عشان اقدر اديله زاويه زي الحاجات اللي بشوفها في المذكرات اللي بتتعمل او الكتب، وعشان كمان اعمل له ايه موفمنت اخليه يتحرك كده يبقى في نص الشاشه. الووتر مارك المفروض يبقى كده ما يبقاش في الطرف يعني، وينفع طبعا اكبره من هوم اخليه اكبر حجما اهو واسحبه كده شويه في النص. بص انا بقى هنا بتحكم شويه بعد ما خلصت وظبطت الدنيا كده وزي الفل، اقول له تعالى بقى كده انسيرت وانا مظلل العنصر ده كويك بارتس واقول له سيف سيليكشن تو كويك بارتس، فيقول لي اسميه اليكس تي دي سي 2. اوكي مفيش مشكله اخزنه فين؟ هقول له جوه الووتر ماركس. اوكي فانه جاليري في الجاليري العام اللي هو الجنرال، واقول له اوكي. دلوقتي حتى لو انا لغيته او ما لغيتهوش مش فارقه بقى، ينفع استخدمه ووتر مارك عادي من انسيرت كود بارتس واقول له افتح لي الاورجنايزر ورتب الجاليريز بتاعتك ابجدي، وروح للجاليري بتاعت الووتر ماركس دور لي على اليكس تي دي سي 2 ده. يبقى انا عملت انا جوه الكود بارتس حاجه بتاعتي انا، فين هي؟ اليكس تي دي سي 2 اهي انسيرت كده اتحط ايه ووتر مارك انا اللي عامله بايدي. بص في كل الصفحات في نفس المكان، فانا قدرت اعمل ووتر مارك بتاعي انا مش خاص بالبرنامج. تمام زي الفل. عشان ما انساش بس منطقه الووتر مارك دي اللي جبتها من كويك بارتس، الووتر مارك اللي انا وريته لكم دلوقتي انا اللي عامله بايدي، يعني كتبت حاجه او حطيت صوره وقلت له من انسيرت احطها جوه كويك بارتس سيف سيليكشن تو كويك بارتس. في ناس ثانيه تقول لي لا لا ماليش دعوه بكويك بارتس دي خالص، انا عايز اعمل عايز اعمل ووتر مارك بطريقه ثانيه، مش عايز اخزن في الووتر مارك دي ولا حاجه. يبقى ساعتها بيجيب الووتر مارك من مكان ثاني خالص اسمه ديزاين ووتر مارك.
دي طريقه ثانيه مختلفه، ويقول له بقى كاستم ووتر مارك، فيساله البرنامج الووتر مارك ده عايزه يبقى نص، ولو نص اتفضل اكتبه لي، اكتب كلمه ايه، اقول له اليكس تي دي سي، اكتب مصطفى، اكتب محمد، شوف انت عايز ايه. نص بس هيقيدني بقى بشويه حاجات، يعني يقول لي ايه مسموح لك بالوان معينه للنص، لكن شوف انا عملت افكتس كتير ازاي، عملت وورد ارت وعملت شغل حلو قوي، ومش مديني امكانيه لكلمه مصطفى انها تبقى الا دياجونال بالورب كده قطريه او هوريزونتال تبقى افقيه او بالورب، يبقى ممكن يبقى نص ومقيدني شويه في خصائص النص، انه اغير نوع الخط وحجمه ولونه، ما عنديش كلام تاني وشفافيته. لكن هنا لما اشتغلت في كويك بارتس كنت انا شغال في حاجه وقعدت انسق واخليها وورد ارت واعملها جلو، اديت امكانيات اعلى شويه. ينفع اعمل بيكتشر واختارها واقول له هي قدامك، بس مش هديني امكانيه اني احط لها بقى افكتس وجلو، يعني هنا الووتر مارك اللي من ديزاين اقل في الامكانيات شويه، اقل من حكايه ان سيف سيليكشن تو كويك بارتس. انا بس عشان ابقى خلصت موضوع الووتر مارك للاخر، نيجي للنقطه اللي بعد كده في انسرت من جروب تكست، احنا لسه قايلينها من دقيقه، اللي ممكن ادرج وورد ارت. ايه هو الوورد ارت؟ هو اللي انتم شايفينه ده، حاجه شبه الايه، النص اللي يعامل معامله الصوره. ده طبعا مش ووتر مارك دلوقتي عشان مش بتحدد ده، اسف ده مش وورد ارت، ده ووتر مارك. ووتر مارك هو اللي ايه اللي بكتب فيه اهو انسرت وورد ارت، هيقول لي عايز شكله ايه، اختار الشكل اللي يعجبني، يقول لي اتفضل اكتب النص اللي عايزه يعامل معامله الووتر مارك، اقول له مثلا تريننج، يبقى الووتر مارك نص عادي زي التكست بوكس كده. بس يفرق على التكست بوكس ايه؟ انه مركز على الكتابه نفسها مش على الاطار، اوكي؟ لكن نفس الفكره برضو، تعمل له اوتلاين اطار خارجي اهو، والله تحط له افكتس، بس بص الافكتس هتبقى على مين بقى؟ على الشيب نفسه، على الاطار نفسه. طب لو عايز اعمل الافكتس على الكتابه يبقى من الستايل بتاع الوورد ارت، ولو حط لي افكتس ريفليكشن مثلا، او حط اهي كلمه تريننج بقت زي ما يكون في مرايه ليها تحت، وهكذا. شباب خلصنا كده الانسيرت ووتر مارك، دي مش عليكم قوي يعني، اللي هي السيجنتشر، انا ممكن احط توقيع الامضاء بتاعتي، زي لما تحط شهاده، شهادات بتاع طول غير، هتلاقي فيه كده في قاع الشهاده من تحت مشدود خط ومكتوب توقعات مثلا الساده اللي هم رؤساء، رئيس قطاع جوده، رئيس طول وغير، مسؤول مايكروسوفت. فانت بدل ما تعملها يدوي ممكن تضيفها من الامر ده. في حاجات اسمها ديجيتال سيجنتشر، طبعا انك بتروح لشركه معينه تديها فلوس عشان تبقى ليك امضه معتمده، زي امضه المسؤولين بتوع شهادات مايكروسوفت. يعني لحد فيكم بيدخل يمتحن شهاده دوليه يلاقي تحت عليها امضه مكتوب تشيف اوف مثلا كذا فلانه الفلانيه او فلان الفلاني، حاسس انها امضه زي ما تكون بخط الايد بس معموله بسكانر. طب مش ضمننا انها مش مزوره؟ لا، بيجيبها من سيجنتشر وبيدفع لشركه معينه دوليه حق انها تكريت له السيجنتشر دي، وانها تخليها معترف بها دوليا بعد قيود معينه. حلو قوي. ده ايه اللي بعده؟ ده ديت اند تايم. طب ما هو الديت والتايم كان موجود في الهيدر والفوتر. لا، هنا بقى ايه؟ هنا لو عايز احط الديت او التايم مش في الهيدر والفوتر، لا في الصفحه نفسها، يعني وسط الكلام، وسط الكتابه كده في النص، يبقى مش لازم هيدر والفوتر. لا اهو، اقول انسيرت ديت اند تايم، واختار شكل الديت واقول له اوكي، فيتحط في الصفحه نفسها كده يا شباب. طيب احلى حاجه بقى هنا واخر حاجه في تكست، الاداه دي اوبجكت، انك تدرك في النقطه اللي انت واقف فيها دي عنصر دخيل جوه الصفحه. يعني انت في وورد ينفع جوه الصفحه بتاعت الوورد في النقطه دي تدرك اكسل؟ يبقى انسرت من جروب تكست، تروح لاوبجكت تقول له انا هدرك اوبجكت، يقول لك الاوبجكت ده موجود بالفعل فروم فايل ولا لسه هتعمله؟ هقول له والله لو موجود بقى هقول له هو فين، هقول له براوز، ولو لسه هعمله فاضي لسه هقول له نيو، هقول له نيو، يقول لي نوعه ايه، اقول له اكسل، او اقول له الرسام، صوره الرسام، اقول له اوكي. جاء ايه، فتح الرسام وبيقول لي اتفضل اعمل اللي انت عايزه، اقول له طب حاضر انا هاجي جوه الرسام ده، اقول مثلا معلش طبعا هو الرسام بيحتاج ان الماوس يتحرك شويه، او يبقى معاك تاتش لايت بين او قلم ضوئي او حاجه من اللي هي ايه بترسم مثلا، هكتب انا برسم يعني. خلصت، اقفل كده الرسام، الاوبجكت بتاع الرسام، انت كده استفدت من خصائص الرسام جوه الوورد، كانك ادركت جوه المنطقه دي برنامج الرسام بامكانياته بقى،
ادخل تاني بدبل كليك افتح لي رسام تاني، ارسم بقى شجره ورده اللي انا ايه شايفه. يعني مثلا بصوا اهي يا شباب، ارسم ورده مثلا. كل ده جوه مين؟ جوه الرسام. وبيسمع فين؟ في النقطه اللي انا فيها في الورده. انا بدي مثال كده ايه يعني تقريبي. بصوا بيسمع ازاي تحت، معلش يعني ايه حاجه كده بس مجرد تقريب يا شباب. مثلا هختار اهي حاجه كده مثلا اللون الاحمر، وهاخد البند بتاعي وارسم ايه الزهره بتاعتي. ده مثال. شكرا. اقفل إيه كده الاكس دي، يقول لك اتفضل اللي انت عملته كل مره، تطلع بربتك تكمل شغلك في الوقت، تعمل دبل كليك يرجعك للرسام تعدل زي ما انت عايز. نفس الكلام ينفع في الاكسل، يعني ينفع احط شيت اكسل او جزء من شيت اكسل جوه الصفحه، بالماوس بكليك حته معينه واقول له انسرت اوبجكت، اوبجكت تاني، واختار ان هو لو موجود عندي ملف اكسل جاهز اقول له فروم فايل، اهو عملي المره دي هقول له فروم فايل براوز. هيقول لي احط جوه الوورد ملف ايه؟ هقول له والله ملف الاكسل. هو شايف كل انواع الملفات بقى، هقول له والله ملف اكسل بتاعك طول غيره سيرت. اوكي ابص كده اشوف ايه اللي هيحصل عند النقطه دي بالظبط اللي انا كنت مؤشر فيها. هيتم ادراج حته من شيت اكسل بتاع بيانات طلاب طوال وغير عندي على سبيل المثال. يبقى انا قدرت ونجحت ان احط جوه صفحه الوورد عنصر جاي من ملف تاني، مش وورد جاي من اكسل، جاي من باور، جاي من رسام، او جاي من ملف وورد تاني مستقل عن الملف بتاعي، حاجه مستقله عن الملف اللي انا فيه. طبعا لسه بيفتح الاكسل اهو، هيظهره هنا ان شاء الله. هو طبعا تقيل شويه عشان احنا فاتحين كذا حاجه، ممكن نقفل الابلكيشنز الزياده دي عشان ندي الجهاز يعني ذاكره. تمام بسم الله. معلش تاني كده يا شباب، مش هو اضربه فين اهو اهو يا شباب. راح احط لك شيت الاكسل زي ما هو جوه صفحه الوورد. طب يعني لو عملت عليه دبل كليك زي ما عملنا في الرسام دبل كليك، يسيب الوورد البرنامج، يسيب الوورد ويفتح لك الشيت ده جوه الاكسل بتاعه، جوه برنامج الاكسل، عشان تقدر تستفيد من ايه المعدات وخصائص الاكسل الكامله. يعني كانه بينادي على الاكسل من جوه الوورد من خلال الداتا اللي قدامك. تمام يا شباب؟ تاخد وقت بس شويه، اقول له انيبل. اوكي اهو بصوا فتحهولك جوه الاكسل بقى لما عملت دبل كليك. تقعد بقى تحط معادله الجمع، معادله الافريج، الكاونت، عيش بقى شوف انت عايز تعمل. خلصت شغلك تروح جاي بره الاوبجكت عامل دبل كليك، كانك بتقول طلعني بره ورجعني الوورد زي ما كنت تاني. اوكي نعمل الجزء الاخير في انسيرت اللي هو جروب سيمبلز. سيمبلز يعني رموز، انت عايز تدرج رموز. يعني ايه رموز يا شباب؟ يعني حاجه ما ينفعش تعملها من الكيبورد، صعب التعامل من الكيبورد. فلما رحت للجروب طبعا لازم الاول اقف بالماوس في المكان اللي عايز ادرج فيه، يا اما تدرج سيمبل يا اما تدرج ايكويشن. نبدا بالسيمبل، هتك عليها كده. هو في كومن سيمبلز، يعني في رموز كده مشهوره زي الموشن بتاعت الواتس والكلام ده، الوش اللي بيبتسم ده. ده اجيبه منين بقى من الكيبورد؟ ما عنديش حل ليه غير ان اجيبه منين؟ من سيمبلز. يبقى السيمبلز دي رموز ما اعرفش اجيبها من الكيبورد، لكن تعامل معامله النص. بصوا ظللته وبكبره كانه تكست، وهلونه كانه تكست، وينفع اعمل له افكت كانه تكست بالظبط. اوكي؟ فهو كانه نص، بس هو في النهايه ايه؟ رمز يعني. نصوص رمزيه. حكايه النصوص الرمزيه دي ليها استخدامات في منتهى الروعه يا شباب. ايه هي بقى؟ ان انا ممكن ما انقيش حاجه من دول. بصوا طبعا في رموز كده مش هتعرف تجيبها ابدا من الكيبورد، زي اكبر من او يساوي، علامه على دي موجوده في الكيبورد فعلا بس وانت عرض يعني، علامه ما لا نهايه، رمز ميول، الناس اللي دارسه فيزياء، بلس وماينس، نوت ايكوال، وهكذا. في رموز ثانيه مور سيمبلز. بالراحه بقى في الحته دي. السيمبلز او الرموز متقسمه خطوط، يعني ايه؟ يعني مثلا في خطوط عربيه
بتلاقي فيها كلمة رضي الله عنه اللي هي متزينة كده ومتشبكة صلى الله عليه وسلم عز وجل أو عز وجل، دي اسمها أنماط خطوط. فمثلا هقول له وريني كده السيمبلز اللي جوه الخط اللي اسمه وول باوم أو وول بام ده، يعني يقول لي أهي الرموز بتاعة الوول بام دي، هي الرموز دي، دي المتاحة جوه الخط ده. أقول له طب شكرا، عندك إيه تاني؟ أقول له والله فردانة دي فيها إيه؟ الخط اللي اسمه فردانة ده عامل زي حروف الأقصاء بقى أو الأقصاء والحاجات اللي بتاعت اللغات اللي زي الألماني والإيطالي والفرنسي. عيشوا بقى يعني، شوف إيه ده، هتلاقي بقى رموز خاصة بكل لغات العالم. في حاجة دمها خفيف كده ممكن تطلع على الخط اسمه روكويل دي كده فيها إيه؟ ممكن تدور على خط اسمه وينج دينج أو ويب دينج، ويب محافظ يعني ويب دينج، شوف كده ويب دينج الخط ده فيه إيه؟ في رموز بقى دمها خفيف شوية ولطيفة زي مثلا رمز ده أهو انسيرت، بصوا كده نشوفه ورا، يعني حاجة دمها خفيف كده زي إيه؟ ممنوع القراصنة على سبيل المثال، يعني عايز تحط ايقونه مختلفه شويه زي ايقونه انك بتقول مثلا اعلان اهو، حطت عندي تحت شويه اهي. فالرموز دي كلها كانت صعب اجيبها من الكيبورد او صعب اجيبها من الكيبورد خالص، مثلا رمز زي ده كده معناه شجره ومخيم مثلا ولا ايه، شوف انت عايز تقول ايه يعني، وهكذا رمز العمل بتاع الروس وحاجات تانية كتير يا شباب. هنا مثلا لو عايز تحط رمز سيمبل ان اتنين بيتكلموا بعض، لو عايز تحط صورتين من سيلفي بيكتشر ولد وولد تاني والاتنين دول بيتكلموا بعض، ممكن تعمل البالون ده تكتب جوه ده نص او جوه ده نص، يعني تبقى حاجه لطيفه يعني. ده بالنسبه للانسيرت سيمبل. تمام يا شباب. ايكويشن، اقف بالماوس في حته معينه وقول لي انا عايز ادرج معادله رياضيه. هو جواه اشهر المعادلات الرياضيه اللي هي معادله المساحة الاريا A تساوي باي R سكوير، اللي هي زي ما بنقول احنا المساحة تساوي طه ناقة تربيع يعني، او حاجات بقى زي ذات الحدين باينوميال مش عارف ايه ودالة مفكوك ساين وكوزاين. طب هم دول بس الدوال؟ لا هو في تاني اهو كده يا شباب، ومفكوك ساين الفا بلس والماينس ساين بيتا، الناس بتوع الرياضة عارفين الكلام ده كويس، الاكسبوننشال اي تو ذا باور اكس، الجذر التربيعي، في مور بقى يعني مور اونلاين، يعني خش على موقع مايكروسوفت بقى وقول له فرجني على اللي عندك اونلاين يعني. فمثلا في الاكسلريتد موشن اللي هي الحركه التسارعيه، حاجه خاصه بالفيزياء، في حاجات كتير يا جماعه، في مثلا جاوس انتجرال اللي هو تكامل جاوس، كنت هتجيبه ازاي من الكيبورد ده؟ صعب قوي طبعا، سيادتك هتمسح اكس دي ممكن تكتب مكانها، بدل تربيع تكتب تكعيب، يعني انا مش حابب طبعا العب في دي، يمكن ما ينفعش لان دي معادلات مش عايز اعك يعني، بس الفكره ان ده ينفع قوي لو انت بتتكلم على بحث الرياضيات، مدرس بيكتب حاجه رياضه او طالب في ثانوي يعمل معادله رياضيه خاصه يعني. اوكي يا شباب، ممكن بقى تعمل حاجه لطيفه زي ما عملنا في الكويك بارتس، مش كنا كتبنا حاجه قلت له سيفها سيفها جوه كويك بارت؟ طب ينفع انا اكتب معادله بتاعتي انا واسيفها جواه؟ اه ينفع، سيف از نيو ايكويشن، يعني ينفع اجي في حته فاضيه كده خالص واقول له انسرت ايكويشن، بس مش عايز ولا ايكويشن من بتوعك، هقول له انسرت نيو، انا اللي هعمل ايكويشن، انا بقى راجل هفتكس معادله، هكتب معادله انت ما تعرفهاش يا وورد، راح جاي جوه كده واحكي بقى ايه المعادله بتاعتها عامله ازاي، اس كيو ار تي سكوير روت يعني مثلا اوف اكس، يعني انا بعمل مثال يا شباب، قال يعني قال يعني انا اخترعت معادله كده صيغه رياضيه بتاعتي انا، فاروح جاي عليها كده هنا واقول له كليك يمين بقى على العك اللي انا عملته ده كده او على السهم ده كده، واقول له خد بقى الصيغه اللي انا كتبتها دي سيفها جوه الايكويشن، سيف از نيو ايكويشن، الاقيها بعد كده جوه هو مين؟ هو الكويك بارتس، هيخزنها لك باسم ايه؟ سكوير روت، جوه فئه الايكويشن، واقول له اوكي. اجيبها بعد كده منين؟ دي بتاعتي انا بقى، من انسيرت ها كويك بارتس والاورجنايزر، وادور عليها وسط مكتبه الايه؟ الايكويشنز حرف الاي اهي، وانا سميتها اس كيو ار تي، ادور بقى عليه ايكويشن ايكويشن ايكويشن، فين الايكويشن بتاعتي؟ وسطهم اهي، دي اللي انا مخترعها اهي، اتخزنت جوه كويك بارس، اقول انسرت ادركتها اهي، فبقت متخزنه عندك على طول، كانك انت افتكست او اخترعت
الايكويشن. طبعا يا شباب الايكويشن مجرد ما اتحطت وانت واقف جواها ظهر لها بعد هيلب تبويب خاص بيها عشان تعدل فيها زي ما انت عايز. ينفع كمان ترسم ايكويشن بايدك اللي انت معاك قلم مش بالكيبورد بقى، ترسم يعني تقول له كده ماشي، بس عايز طبعا تبقى حساس شويه. انا بدل ما اختار اكس بلس واي ده انا هرسم المعادله بالماوس اكس. طبعا هو مش شايف الاكس كويس، لازم ايدك تبقى ايه مش عاك كده زي ما انا عامل. همسح بالجومه الله اكبر، هكمل الحته دي متوقف الاذان اول رايت. معلش سيبكم من ده عشان الماوس. تو ذا باور 2 بلس واي اكواد. انا بس هو بيفهم زي الهاند رايتنج يعني، فانا كده رسمت معادله بقول له يلا ادرجها بقى. انا رسمت لك بقى معادله هيدرجها لي بالشكل التقليدي بقى مكتوب. نتوقف الاذان يا جماعه. الله محمد كنت رافع ايدك عايز تقول حاجه. محمد عادل عايز تقول حاجه محمد ولا نكمل؟ لا استفسار من اي طالب يا جماعه؟ اوكي نكمل يعني؟ تمام كده خلصنا موضوع المعادله، يبقى خلصنا انسيرت بالكامل. التبويب دلوقتي يا شباب انا واقف في حته معينه، ده سهل جدا اسهل التبويبات. واقف في حته معينه في الوورد اهو وعايز ارسم، هقول له انسيرت درو اسف، واختار بقى بين ولا اختار اكشن بين اللي هو بيرسم بقى بمؤثرات يعني اهو، واختار شكله اهو ماشي اوكي. اختار البين ده كده اكشن بين اللي حصل ده ايه يا شباب؟ دي صوره مش اكتر، يعني كاني برسم الفرشه جوه المستند درو اوكي. بعد كده لو عايز احددها بمسك الاداه دي الاسود دي كده واقول له ايه اسحب كده اسحب، ما ده شكل هندسي او صوره نظر لها كده، ما نظرش عليها كانها نص بالماوس يعني مش تكست عادي، لا بستخدم اداه زي الفوتوشوب كده لاسو يعني لاسو كده مش عارف. يا شباب ممكن اقول له بعد كده وريني انا كتبت محمد ازاي فيرسمها لي، يعني بص كان بيقول له انكريبلي وريني انا كنت برسمها ازاي. اوكي
ممكن اقول احولها لي بشكل هندسي لو ينفع يعني. طبعا ما ينفعش لان ده تكست وما تعرفش عليه يعني، بس الفكره يا شباب انا غلطت دلوقتي مثلا، شايف ان الدال عايزه تتعدل، فعندي الجومه او الاريزر. والله انا عايز ايه؟ اوسعها كلها يعني. اوكي يا شباب، الدرونج كنفاه ده لو عايز اعمل مساحه رسم يعني، كاني واخد لوحه رسم جوه الوورد واقعد بقى ايه جواها ارسم زي ما انا عايز. فيها هايلايتر طبعا اهو، انت عايز تعمل ايه يا شباب؟ بدل ما احدد بقى باللاس ولا الكرافاه ايه على بعضها تعمل. لازم طبعا بعد ما اخلص اقفل الاداه عشان اعرف ارجع الوضع السليكشن، اني اقفل الاداه مش سهل ارجع الوضع السليكشن. فهنا الكرافاه احسن اللي بحركها اللي تحددت مباشره، مش محتاجه احددها باللاس يعني. بس مش هقول كتير هنا في الجزء الخاص بالدرون ديزاين، لسه قايلها من دقيقه قلت فيها حاجه واحده بس اللي هي الووتر مارك. اوكي، في كمان البيج كلر لو حضرتك عايز تخلي الصفحه زي الورق الملون يعني، صفحه مش النص اللي بيتلون دلوقتي الورقه نفسها، هتلاقي المستند كله صفحاته بقت اللون ده. هل بجد هتطبع كده يعني؟ لو طبعت الوورد تطلع الصفحه كده، تعالوا نشوف. فايل برنت الاقي لا، مش شايف اللي انا عامله ده، الصفحه طالعه بيضه. يبقى كان الكلر ده عشانك انت، عشان عينك مش اكتر. لو عايزه بقى ينطبع لازم تدفع فايل اوبشنز تقول له برنت الايه الباك جراوند او برنت الايه البيش كلر، لكن هي ما بتطلعش معاك. البيش بوردر الديزاين ينفع تعمل الصفحه اطار برواز، شكل البرواز ده ستايله ممكن يبقى سنجل، ممكن يبقى دوتد ديشز مقط مشرط دبل ثيك سن رفيع تخين، لونه لون البوردر ايه اللون الازرق مثلا او اكتر من الازرق، الويت بتاعه او ويتس التخانه بتاعته واقول له ايه اوكي. فيبقى ايه ادي بوردر هيظهر في كل الصفحه اطار. ده كده بالنسبه للجزء بتاع ديزاين خاص بالووتر مارك والبيش كلر والبيش بوردر. امال ايه الزحمه الكبيره قوي ده؟ كل الجروب ده كده اسمه دوكيمنت فورماتنج، ده تنسيق عام على المستند. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك بدل ما تقعد تظبط الباراجراف تقول عليه عايز المسافه بين سطوره تبقى دبل مسافه مجوز، وتروح الباراجراف اللي بعده وتقول له انا عايز مش عارف الخط يبقى عامل ازاي، وعايز الاوتو شيب يبقى عامل ازاي. لا، ما تيجي نعمل الكلام ده مره واحده على كل المستند. يبقى منين؟ من ديزاين. واقول له انا عايز الدوكيمنت كله كده يبقى مثلا العناوين بتاعته تاخد الشكل ده، اي تايتل يبقى لونه ازرق وفي النص تحتيه خط. هو ما عملش حاجه عشان انا مش حاطط تايتل اصلا، لكن لو في تايتل عندي يعني في بلا بلا اهو الكلام اهو ماشي، وكان الكلام ده كنت عامل له ستايل من هو نوع تايتل، هتلاقيه اليا خد التنسيق اللي بقول عليه ده في الستايل بتاع التايتل اهو. طيب اروح بقى دلوقتي الديزاين واقول له اي تايتل خلوه لي بالشكل او ده. تمام، لاحظوا حاجه ان الدوكيمنت فورماتنج مش بيأثر بس على التكست، بيأثر عليه من ناحيه لونه وحجمه. بصوا كده الحجم اتغير واللون اتغير، بص الستايل ده او الدوكيمنت فورماتنج ده. ومش بس كده، حتى السيمبلز اتغيرت. ولو كنت حاطط اوتو شيبس يعني مستطيل ومربع ومثلث هتلاقيهم اتغيروا مع كل ديزاين. غير تاني لو عملت انسيرت كنت حاطط شكل هندسه راوند ريكتانجل، ولو رحت دلوقتي الديزاين من غير ما اظبط اهو شلت التظليل ديزاين قلت له وريني كده الدوكيمنت فورماتنج ده، يقول لي انا باثر في الخط وكمان في الاشكال اللي جوه، لو الشكل نفسه بيتغير المفروض انه يتغير يعني. اوكي، عاجبني قوي الستايل ده اللي بيأثر في المستند كله. بس عايز احط له افكتس على الالوان والاشكال، يبقى ثيمز. يبقى هنا ده كده على النص نوع الخط وكده، لكن الثيمز على الالوان. اقول له حط لي لون او نمط الوان اسمه باندت. باندت ده بيعمل ايه؟ بيخلي الاشكال الهندسيه تبقى مفرغه مثلا، وبرده بيأثر في الخط. عاجبني قوي؟ لا مش عاجبني، غير لي وهات لي سلايس. بص ده بيخلي الاوتوشيب عامل ازاي. طب حلو قوي الثيم اللي اسمه سلايس ده، بس مش حلو الالوان بتاعته، عايز العب في الالوان الكالرز بتاعته هو. عاجبني سلايس بس خلي الوانه تبقى فاتحه شويه. عاجبني قوي بس مش عاجبني الخط بتاعه، يبقى اغير الفونتس بتاعه. كل مشاور النص اللي جوه بياخد شكل مختلف. عاجبني قوي بس الافكتس بتاعت الاشكال الهندسيه عايزها تبقى مثلا النمط اللي هو ده. اوكي وهكذا.
خلاص كده خلصت الديزاين. احنا هنخلص 9 و4، مش هطول عليكم يا شباب. لاي اوت، التبويب لاي اوت يعني تخطيط المستند. يعني ايه تخطيط المستند؟ يعني الاستراكشر بتاعه، الهيكل بتاعه عامل ازاي. بمعنى عامل بس مستند جديد خالص احسن، زحمه كده. مستند زي ده يا شباب ايكوال فرنت 10.4 انبوت، كم صفحه؟ واخد صفحتين. اوكي زي الفل. ايه اللي ممكن اعمله من لاي اوت؟ اغير تخطيط المستند ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. اغير الهوامش، الهامش لو داء او وسع السطور بتاعتك ممكن تطلع فوق، تاخد تلاقي مسافه زياده، يعني السطر ياخد كلام اكتر. ولو ضيقت لو ضيقت الهامش، لو وسعت الهامش الكلام هيبقى اقل. فمثلا قلت له ضيق لي الهامش، خليه نارو، اضيق شويه. بصوا بصوا السطر بقى ايه، بقى اعرض ازاي، خد كلام زياده شويه. اقول له لا والله خليه واسع وايد بس كده، ايه الهامش بقى كبير قوي، يبقى الكتابه اللي جوه هتبقى اقل شويه. اكيد شفتوا منظر زي ده برضو في بعض الكتب او المجلات. ممكن اقول له يا عم لا انا مش عايز كده، انا عايز ميرور. ميرور يعني الصفحه الفرديه تبقى غير الزوجيه، ده لو هطبع وش وظهر، او لو هطبع الفايل زي الكراسه زي الكتاب، يعني يبقى فردتين، فلازم الهامش اليمين يبقى عكس الشمال. مش عاجبني الاختيارات الجاهزه، اقول له كاستم مارجنز، اقول له انا عايز الهامش العلوي كام، قد ايه بالسنتي، والسفلي والايمن والايسر والاخير. ايه كمان غير المارجنز في جروب لاي اوت؟ الاورينتيشن بتاع الصفحه، يعني الصفحه بالطول بورتريه ولا بالعرض لاندسكيب. اخترت بالعرض، لاحظوا الاختيار بتاع اللي انا بعمله بيسمع في المستند كله. يعني لما قلت له لاندسكيب بالعرض، المستند كل صفحاته بقت عرضيه. حلو قوي، خليكم فاكرين اللي بقوله. النقطة الثالثة في لاي اوت سايز، مقاس الورقة. حضرتك عندك شارب بنتر بتطبع أحجام ورق كبير، يبقى مفيش معنى تقول له A4، A4 ده بتاع الورق العادي ومكنة الطباعة الورق الصغير. لكن لو أنت عندك مكنة طباعة بتطبع أحجام أكبر، يبقى لازم تعرفه على المقاس الجديد بتاع الورق، تقول له بطبع A3، آسف A1 أو A2، يعني يطبع بحجم المساحة. في بعض الناس عندها في البرنتر مكان يطبع كروت صغيرة، فلازم يدخل على السايز ويقول ده مقاس الانفلوب زي المظروف، حاجه كده مقاس صغير يعني، وهكذا. النقطه اللي بعد كده اسمها كولومز. كولومز يعني اعمده، بمعنى ان ينفع اظلل بعض الباراجرافس واقول له عايزها بدل ما هي كده هوريزنتال، حطها لي زي الجرايد والمجلات في تو كولومز، زي المجلات كده بقت تو كولومز، ممكن يكون 3 كولومز. طب هو بس هي 2 3 يعني او 1؟ طب ليفت بتعمل ايه؟ ليفت بتخليهم ايه؟ يعني الصغير على الشمال والباقي على اليمين، يبقى قلت له رايت اياكس. طب لو عايز اعمله اكتر اقول له مور، اقول له لا بقى انا عايز كام عمود؟ 4 ولا 5 زي ما انا ايه؟ عايز. ارجعهم تاني ازاي؟ اقول له 1. اوكي زي الفل. لو انا جيت على الجزء ده كده وهلونه عشان اميزه او اعمل له هايلايت. شايفينه كويس ده عامل ازاي؟ واخد هايلايت مختلف. طيب وقفت في بدايته وهقول له روح لاي اوت واعمل لي بريك. بريك يعني فاصل. بدءا من اول كلمه كليك اللي واخد هايلايت اصفر، بدءا من النقطه دي كده افصل بقيه المستند ده عن الصفحه. بدءا من كليك ونازل اعمل بريك فاصل، وسيب اللي قبلها زي ما هو في الصفحه، فاعمل لي بريك. يقول انا عندي كذا نوع من البريك، بيج. قلت له بيج، خد الاصفر ده يعني خلاه انفصل عن صفحته، عمل البريك عن صفحته وراح لصفحه جديده. ممكن اقول له لا انا عايز البريك ده ما يبقاش للصفحه اللي بعدها، ممكن يبقى للعمود اللي بعده. يعني ايه العمود اللي بعده؟ يعني كده. لو انا طيب المستند بتاعي يعني او الباجراف بتاعي اصلا كان معمول كولومز، تو كولومز. فمثلا مثلا مثلا لو عايز انا بدءا من كلمه يو، تسيب العمود ده وتروح للعمود اللي قبله، يبقى هنا بريك نوع كولوم. ساب عموده وراح للعمود اللي جنبه. فالبريكس انواعي. تمام؟ في كونتينيوس ان البريك يفضل في نفس المستند، يعني ينفع اجي على كليك دي كده واقول له اعمل لها بريك في نفس الصفحه كونتينيوس. طب انا عملت ايه كده؟ انا مش حاسس باي فرق. لا هيفرق كتير جدا. ايه هو؟ ان ينفع عند النقطه دي كده طالما بقى في بريك اقول له المارجن، فين المارجن؟ اهو. هامش كاستم مارجن. بصوا بقى الكلام على مين؟ على السكشن. تعمل بريك سكشن كان ده بقى مقطع مستقل، تقول له المقطع ده بس
يبقى الهامش بتاعه مثلا الرايت والليفت مختلفين. الرايت والليفت معلش هنا توب بوتوم عشان كنت عامل ميرور الميرور ميرور دي نورمال. اوكي دلوقتي بصوا كده يا شباب السكشن بس اللي باللون الاصفر ده عملت له بريك كونتينوس. بصوا هيحصل فيه ايه؟ هخلي الهامش الشمال بتاعه بدل ما هو 1 انش 2 انشز والرايت الاخر هخليه 2 انشز. بس الكلام ده هيسمع في مين؟ مش في المستوى كله، في السكشن ده بس عند البريك يعني. بس تحس ان الهامش هنا شمال واليمين كبير بينما باقي المستند لا. حتى وانا واقف هنا كده وانا واقف هنا كده بيبان على المسطره بص الهامش قد ايه، بينما انا واقف عند المستند عادي لا رجع الهامش ليه. يبقى قدرت اتحكم من خلال البريك اللي اسمه كونتينوس في اني اعمل حاجه اسمها سكشن. سكشن هو سكشن بريك يخلي لي جزء من الصفحه ليه حال غير باقي الصفحات الثانيه. بصوا الجمال اللي هتشوفوه دلوقتي، ينفع اقف هنا كده عند السكشن ده واقول له اعمل لي هنا بريك نوع كونتينوس يعني سكشن، واقول له عند البريك ده كده افتح الاورينتيشن او اللانشر يعني واقول له خلي البريك ده يبقى بالطول. مين اللي هيبقى بالطول؟ السكشن ده بس. بصوا اللي حصل كان بقى الصفحه اللي فوق في العرض زي ما هي والثانيه بقت بالطول. ليه؟ يقدر تخلي المستند اجزاءه مختلفه حتى في الهوامش وحتى في اتجاه الورقه جزء غير الثاني باني عملت بريك نوع سكشن. السكشن ده بيعمل ايه يا شباب؟ كانه بيخلي اجزاء المستند زي ما تكون جزر منعزله، كل جزيره ليها قانونها وهنلقها ومشها واتجاهها زي ما انا عايز. بيستخدم في حياتنا العمليه ده؟ اه طبعا. بتلاقي ساعات بعض الكتب صفحاتها كلها بورتريه بالطول، ووسط الصفحات دي ظهرت لك كده صفحه بالعرض فيها خريطه او فيها جدول، فمحتاج يخليه بالعرض. عمل ايه كده؟ عمل بريك على الصفحه اللي اسمها بالعرض دي، وراح عمل من اللانشر لاي اوت فتح اللانشر وقال له السكشن اللي انا واقف عنده ده بس يبقى هو اللي بالعرض او لاين نمبرز دي عشان ترقم السطور مش الفقرات، السطور يا شباب يعني سطور المستند او السكشن بقى عشان اعمل بريك هنا. بصوا ما رقمش المستند، رقم السكشن ده بس. 1 2 3 4 دي مش مقصود بيها اللي هنا، مش دي مش 1 2 3 اللي هنا، لا دي ارقام السطور. طب دي تفرق مع في ايه يعني؟ لو حضرتك المستند بتاعك ده مذكره محامي، مذكره قانونيه، يهمك انك تقول في الصفحه رقم كذا السطر رقم 2 او 3 او 4، فده رقم السطر مش بولتس اند نمبر. الهايفن او الهايفريشن، هايفن يعني شرطه. اكيد شفتوا بعض الكتب يعني بصوا كده مثلا قبل ما اختار الهايفن، بص السطر الاول والثاني والثالث، تحس ان السطر الثاني يعني كان فاضل له في فراغ كده، كان نفسك السطور تبقى متساويه من الجنب ده زي ما هي متساويه من الهامش. مفيش كتاب في الدنيا مطبوع بيطلع كده، لازم تحس ان هو متساوي من الجنبين. فانا هقف جوه السكشن اهو اقول له اعمل لي هايفينيشن واقول له اوتوماتيك. بصوا كده ايه اللي حصل؟ خلاهم قد بعض ازاي؟ جعل كلمه مقطعيه اللي كان المكان مش مكفيها وحط هايفن، هايفن اللي هي شرطه. بروفايتس، كلمه بروفايتس، برو دي ينفع تبقى كلمه مستقله او بيقولوا عليها بريفكس، بريفكس اللي هي بادئه. يعني برو تنفع في بروفيشنال، بروفايل، بروميثيان، برو شغاله معاك ايه؟ يعني كلمه مقطعيه يعني. فقدر يجزأ لي الكلمه وحط لي الشرطه دي عشان يفهمني ان دي مش كلمه لوحدها ودي كلمه لوحدها، لا دي كلمه على بعضها بروفايدز، بس السطر ما كفاش فحط هايفن اللي هي شرطه. كده قدرت فعلا اخلي السطور تقريبا قريبه من بعض. منين؟ من الهايفنيشن. من غير تظليل ولا حاجه. بالمناسبه اللي حصل ده سمع في السكشن ده بس ولا في الكل؟ لا في السكشن ده بس. بصوا بقى السكشنز ما اثرش فيها حاجه، لازم اقف هنا كده عشان ده سكشن تاني واقول له حط لي هايفن واشوف كده هل هو ايه ظهر ولا لا. هي ظهر هنا بروفيش، بص بروفيشنال او بروفيشنالي، الاي ال واي دي بتتكرر في حاجات كتير زي الاي ال واي انا اسف يعني. تمام؟ فدي كلمه مقطعيه بس مش سافكس، دي سافكس بقى دي الكلمه اللي بتبقى في الختام يعني. وهكذا. سبيسنج دي كانت موجوده في هوم، الاندنتيشن مش هقولها، البوزيشن والراب وبرينج وفورورد الكلام ده كله كان موجود في الشيبس والاشكال الهندسيه، مش عايزين نقوله في حاجه. اخر حاجه مش هطول عليكم، وهيبقى كده بقيه الورد هبقى اسجله لكم يا جماعه عشان كده طولنا قوي في الورد يعني. يهمني في الورد في التبويب ريفرنسز حاجه اسمها فوت نوت وحاجه اسمها اند نوت. انتوا معايا كلكم الاول سامعيني ولا لا يا شباب؟ دي اخر حاجه هقولها النهارده. يعني ايه فوت نوت ويعني ايه اند نوت؟ دلوقتي لو عندك كتاب زي مثلا كتاب في التاريخ
على سبيل المثال بتلاقي وسط صفحات الكتاب بيقول مثلا ايه تولى محمد علي باشا حكم مصر سنه 1805 وتلاقي كاتب جنب كلمه محمد علي فتح قوسين وكاتب واحد بعد كده ثم تولى بعده سعيد باشا ابنه سعيد مثلا ابنه ابراهيم باشا مش عارف راح يفتح ايه وايه ويحارب فين وفين وفين وكاتب لك جنب ابراهيم باشا بين قوسين اثنين حلو الكلام ده جوه المستند تلاقي كده في نهايه الصفحه خط مشدود ومكتوب بيقول واحد بين قوسين محمد علي ده كان جندي الباني مش عارف مع الجيش العثماني تحتيها كده نمره اثنين ابراهيم باشا ده راجل شجاع ومش عارف عمل ايه وراح حارب في الحجاز يبقى كان ايه الارقام اللي جوه السند بتاع النص بيكتب تحت نفس الرقم بيقول لك ده ايه يعني بنشوف الكتب الدينيه لما تلاقي مثلا ايه كريمه وبين قوسين واحد تبص تحت في اخر الصفحه يقول لك ان واحد دي ان الصوره مكيه او مدنيه مثلا تلاقي حديث شريف وجنبه بين قوسين واحد تلاقي تحت في اخر الصفحه في كاتب واحد اخرجه البخاري اخرجه مسلم طيب انها تظهر ان التوضيح ده يظهر اللي هو واحد دي معناها ايه او اثنين دي معناها ايه يظهر في نهايه الصفحه ده يبقى اسمه فوت نوت مع الفرق طبعا اللي مثلا لو بقول مصطفى مثلا يبقى هقول في الفوت نوت ان ده بيشتغل في مركز تطوير الفوت نوت هو ان الملحوظه اللي انت كاتبها وسط النص برقم تبان في توضيحها في نهايه الصفحه نفسها اللي فيها الملحوظه دي تبقى فوت نوت اما لو انت عايز تكتب الملحوظات كلها وتيجي في نهايه المستند خالص تقول بقى نمره واحد معناها ايه ونمره اثنين يبقى هنا بنتكلم على اند نوت انت عايز ايه بقى اللي انت شايفه نفترض مثلا ان انا هعملها عملي كده اهو هنا كده هقول نفس المثال اللي قلت محمد علي على سبيل المثال اكتب ايدي بقى انا بواحد من قوسين ولا حاجه لا زي ما انا كده من غير اي مسافه هقول له عند النقطه دي كده حط لي فوت نوت بص عامل ايه جاء يعني حط لي جنب محمد علي واحد وراح جاء في نهايه الصفحه نفسها فوت نوت في نفس الصفحه قال لي ان الواحد المكتوبه دي هنا يبقى ايه اتفضل احكي بقى اقول مثلا ايه البانيان لكن بقى كلمه البانيان دي جت كده صح سولدر جندي الباني comes with Turkish او Ottoman army مثلا انا بقرب الامور شويه لو انا حبيت بعديه اقول له طبعا كامل بقى كتابه هنا انه انت هتعامل حد بس العين لما تبص على واحد تروح باصه تحت في نهايه الصفحه تعرف ان محمد علي ده حكايته كذا وتجي بعد كده وكاتب حته ثانيه مثلا ابراهيم باشا طب دي ما معرفش ابراهيم باشا فانا محتاجكم يعني احط عليها بقى اي توضيح يبقى فوت نوت نمره اثنين بقى ده طبيعي ماله بقى جندي عامل كذا وكذا وكذا وراح فتح الحجاز واضع الحركه الوريه الكلام اللي بنقراه في الكتب بتاعتنا ده لو فوت نوت ملحوظه وموجوده جوه المستند جوه الصفحه وفي نفس الوقت التوضيح بتاعها في نفس الصفحه من تحت الاند نوت مش كده الاند نوت انك تكتب هنا حاجه هنا مثلا اهو بلا 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 تروح جاي هنا تقول له لا انا عايز اند نوت راح جاب لك اخر صفحه خالص بقى في الاخر وقال لك اتفضل عايز تقول ايه على دي كذا روح بعد كده في صفحه في حته ثانيه في المستند وقول له عند الحته دي كمان عايز احط اند نوت روح رايح هنا وقايل اثنين طبعا هو شغال لاتن بقى اي دبل اي ليه عملها لاتن عشان واحد واثنين معموله فوت نوت فبيميزهم عن بعض يبقى هنا بتحط بقى الملحوظات بتاعتك في نهايه المستند ككل مش في نهاية كل صفحة. دي تهمني قوي 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 لأن كل الكتب والمراجع بيبقى فيها فوت نوت وإند نوت. أنا قلت دي آخر حاجة خلاص مش هزود يعني ينفع أقول بس كلمة واحدة بس صغيرة إن في الريفرنسز عشان ده تبويب المراجع حاجة لطيفة قوي قوي اسمها بيبلوجرافي. بيبلوجرافي دي زي برضو حاجة زي المراجع يعني كده. فلو أنت كاتب سلسلة مراجع يبدأ يجيبها لك بقى الريسورسز يعني انت كاتب المراجع اللي انت جايب منها بحثك فيبدا ياخدها ويحطها لك هنا في البيبلوجرافي بتاعتك. اوكي يا شباب مش هكتر في ريفرنس كتير يكفيني فيها ان شاء الله المره الجايه التيبل اوف كونتنتس وميلينج وريفيو يعني المره الجايه ان شاء الله هنكمل دول او حتى ممكن اسجلها لكم انا مستقله كده عشان نشتغل في الباوربوينت عشان هطولنا جدا جدا في الوورد. في اي استفسار يا جماعه في اللي فات ده؟ انا عارف النهارده اتكلمت بسرعه اكتر شويه بس احنا متاخرين جدا فعلا. في اي استفسار ولا تمام يا شباب؟ تمام يا مستر. تمام
الوورد على فكره دسم جدا بس هيريحنا في اللي جاي، يعني لما اجي اشتغل باور بوينت مش هتعب، مش هقول بقى التفاصيل اللي جواه اللي انا قلت شبيه ليها في الوورد يعني. شكرا ليكم يا شباب وبالتوفيق ان شاء الله. هظبط ان شاء الله المحاضره اللي فاتت والمحاضره دي وهزود عليهم شويه عشان بس الوقت، اكمل بقيه التابوات حتى التسجيل عشان نلحق نشتغل باوربوينت واكسل ونت ان شاء الله. شكرا ليكم يا جماعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.